وعدت فأوفت، وعدت بأن تحتفظ بكامل أسرارها حتى الجولة الأخيرة ففعلت، وعدت بأن يكون التنافس مثيرا حتى الأمطار الأخيرة ففعلت، وعدت بأن يكون المد والجزر في مشوار القوى التقليدية مقدمة لاستقبال بطل جديد، فكان لها ذلك في نسخة استثنائية هي الخامسة بعباءة الاحتراف. منذ ضربة البداية والكل يرشح وداد البيضاء للاحتفاظ باللقب، فكل مقومات التألق موجودة خاصة مع البداية المحتشمة لأكثر من فارس كالجار الرجاء وأولمبيك ريبكا الوصيف والمغرب التطواني القوة الضاربة في عهد الاحتراف، ناهيك عن تراجع الجيش الزعيم والكوكب المنهك بالتنافس قاريا ومحليا. لكن ومع توالي الدورات برز العائد لقسم الكبار اتحاد طنجة الذي فاجأ الجميع بصولات وجولات جعلته من المرشح لانتزاع اللقب، وكان قريبا من ذلك لو تجنب بعض الهزائم المفاجئة خاصة مع أولمبيك آسفي ذهابا وإيابا. قوة أخرى برزت هذا الموسم لكنها افتقدت السرعة النهائية، الحديث هنا عن النهضة البركانية الذي فقد 19 نقطة في الجولات العشر الأخيرة وأنهى الموسم في المركز السابع. الرجاء والمحتشم ذهابا انتفض إيابا وكان قريبا من إرباك حسابات الثلاثي المقدمة، لكنه أخفق في ذلك بعد تلقيه لهزائم فرملت انطلاقته القوية وانتصاراته المتتالية. الزعيم من جهته طوى مرحلة البرتغال روما والمتذبذبة وتعملق بقيادة ابن الدار عبد الملك العزيز مسجلا العلامة الكاملة في 7 مباريات مقابل تعادل وهزيمة مع ربانه الجديد، ينهي الموسم في المركز الرابع بعد بداية للنسيان. صراع البقاء وللمفارقة الغريبة جمع في بعض فترات الموسم بين وصيف بطل النسخة الماضية ووصيف بطل كأس العرش الموسم الماضي وحامل لقب النسخة الأخيرة فريق أولمبيك ريغا، وبين صاحب المركز الثالث في رابع بطولة احترافية الكوكب المراكشي. لكن الأمطار الأخيرة بما تحتاجه من تدبير جيد للإمكانيات أبقت على الأوسكا والكاسين في قسم الكبار ورمت بالمغرب الفاسي في القسم الوطني الثاني، إلى جانب المولودية الوجدية الذي لم يتأقلم مع أجواء التنافس في القسم الأول خاصة في مرحلة الإياب ليعود من حيث أتى بعد موسم واحد فقط في سيناريو محزن لسندباد الشرق. خلاصة الكلام، فالأجدر بالتتويج هو من عنق ذرع البطولة بعد 7 عقود من الانتظار. الفتح فاز على الوداد الثاني ذهابا وإيابا، وعلى اتحاد طنجة الثالث ذهابا وإيابا، وعلى الرجاء الخامس ذهابا، وعلى المغرب التطواني المتوج بلقبين احترافيين ذهابا وإيابا. أما في أسفل الترتيب وعن هوية المغادرين، فالمغرب الفاسي يعيش في وضع قيصري منذ سنوات، وشبح نزول كان يقترب منه في الجولات الأخيرة من كل موسم. أما المولودية الوجدية فقد افتقدت التركيز والحظ بشكل كبير، ويكفي أن نقول بأنه الفريق الوحيد إلى جانب النادي القنيطري الذي تذوق طعم الهزيمة في 15 جولة، لتكون عودته السريعة للقسم الثاني رسالة للعائدين لقسم الكبار للتزود بالزاد الكافي وحسم البقاء في الذهاب قبل رحلة الإياب المحفوفة بالمخاطر. وبه وجب الإعلام والسلام.